مبنى الكونسيرفاتوار يتبع للدولة الفيدرالية، لكن منذ أن بات التعليم يتبع للنظام الفيدرالي لم يعد الكونسيرفاتوار مدرسة موسيقية موحدة، بل ثمة مدرسة للناطقين بالفرنسية وأخرى للناطقين بالهولندية، وكل واحدة تتبع سلطتها ومجتمعها الخاص. لا يمكننا القول إن هذا النقص في الاهتمام يأتي من العامة، بل على العكس، هذا الأمر مصدره الحقيقي صناع القرار والسياسيون الذين لا يهتمون على ما يبدو بالفنون.